طبعا مادة فيها لاب، اللاب هيبقى في نفس المكان كنت تاخدوا فيه السيركتس، تاخدوا فيه برضو الكترونيك ايه لاب، يعني هتاخدوا كذا تجربه حوالي 5. وفي المعمل هيطلب منكم كل مره ان انتوا تسلموا بقى ايه السيميليشن بتاع الدايره دي على سوفت وير مثلا مافي سيم او بي سبايس، اي كان بقى السوفت وير اللي هقول المعيدين عليه يعني او اللي اسهل لكم، بحيث تقدر ايه توصل الدايره على السوفت وير وتطلع النتائج بتاعتك. وفي الاخر هنشوف بقى حسب الوقت هيبقى في معاه امتحان ولا لا. ماشي يا جماعه؟ فهي الماده برده نفس التقسيم، هتلاقوا 20 اعمال سنه و20 لاب و60 على الايه؟ على الفاينل. تمام؟ حد عنده اسئله؟ الكلام ده؟ زي ما قلت لكم احنا ماشيين شغالين من كتاب بسيط ظريف يعني، بس طبعا اللي عاوز يعني يكتفي باللكشرز ماشي، بس الكتاب هو حتى سهل يعني اسمه بوليستات. وهتلاقوا الشيتات معظمها منه يعني. هبقى ابعته لكم برده. طب النهارده هناخد احنا ايه بقى؟ هناخد النوت دي زي ما قلت لكم احنا ايه هدفنا؟ ان احنا هنبدا في اول جزء من الكورس بحاجه اسمها الدايل او البي ان جنكشن اللي انتوا خدتوا شويه عنه في الثانويه العامه، تمام كده؟ بس عشان نعرف الدايل ده هتلاقوا ان الدايل ده اسمه بي ان جنكشن، يعني عباره عن حاجه اسمها سيمي كوندكتور، مواد شبه موصله. فعشان كده كان يستلزم الموضوع ان احنا نفهم اصلا هو ايه تقسيمه المواد؟ طب يعني ايه الفرق بين الكوندكتور والانسليتور والسيمي كوندكتور لحد ما نوصل يعني ايه سيمي كوندكتور؟ طب انواعه؟ وبعد محاضرة او اتنين كده نقدر نقول بقى الدايود ده عبارة عن حاجة اسمها N type semiconductor مع P type semiconductor ونفهم هو شغال ازاي. فانا هنقعد اسبوعين كده تقريبا يعني شوية فيزيكس. بعد الاسبوعين هتقلب معاكم السيركتس بقى، تلاقوا الموضوع هيبقى أزرف ألذ يعني. ماشي؟ طيب ايه تقسيمة المواد؟ يا يعني بشكل عام يا اما المادة ايه مادة عازلة يا كوندكتور يا اما سيمي ايه يا جماعة؟ ها؟ طبعا في حاجه اسمها بيزك كونسبتس، يعني ايه حاجه ايه بيزك كده ايه هي؟ انت عارفين طبعا خدتوا في الكيمياء ان انت بقى في حاجه اسمها العدد الذري، صح؟ اللي هو نفسه عدد الالكترونز. فمثلا واحد يقول لك سيليكون العدد الذري بتاعه كام؟ 14. فال 14 دول هم نفسهم عدد الالكترونز. فالسؤال بقى احنا بقى عندنا حاجه اسمها نواه، صح ولا لا يا جماعه؟ النواه دي شحنتها ايه؟ بوزيتيف. وفي الكترونز. طبعا النواه دي فيها نيوترونز وبروتونز، صح؟ فيها كام بروتون؟ 14. فيبقى بالتالي في كام الكترون؟ 14. يبقى الذره مالها يعني؟ ها؟ تعدي. طب ال 14 الكترون دول بيتوزعوا ازاي؟ قال لك بيتوزعوا في حاجه اسمها المدار الاول والثاني والايه؟ والثالث وهكذا. اخر اقصى عدد في المدار الاول كام؟ 2. بعد كده كام؟ 8 18 وهكذا. بس احنا عندنا 14 فهتبقى كام؟ ها؟ 2 8 4. طيب اول حاجه الالكترونات اللي جوه ده بيسموه الانر انرجي ليفل، انر انرجي، وده اسمه الايه في الحاله دي؟ الاوتر ايه؟ انرجي. او بيسموه الفالنس انرجي ليفل، اسمه ايه؟ الفالنس انرجي ليفل. هو السؤال هي الالكترونات اللي في الانر ده اكثر ارتباطا بالنوايا ولا اللي في الاوتر؟ اللي في الانر. يبقى مين اللي مرشح يبقى فري يعني يتحرر من قوه جذب النواه؟ هي الاوتر. فقال لك احنا اللي يهمنا الحقيقه الالكترونز اللي في اخر مدار بس، ليه؟ لان دي الالكترونات اللي ممكن لو انا اديتها شويه انرجي اقدر ايه؟ اشدها من قوه جذب النواه فتبقى ايه بقى؟ فري. طب ايه اهميتها؟ اصل الفري ده هو اللي يسبب تيار، يعني لما تتوصل عليه بطاريه، يعني ايه اوصل بطاريه؟ يعني مجال كهربي، ما البطاريه دي مجال كهربي، فتعمل ايه في الشحنات الفري دي؟ تحركها فيمشي تيار. فيبقى انا هركز دايما على انه مدار؟ اخر مدار بس. ليه؟ لان ده المدار اللي فيه الالكترونات اللي قوه ارتباطها بالنواه مالها؟ ضعيفه. فلما اديها انرجي مش عاليه هقدر ايه؟ احررها من ايه؟ ارتباط النواه. الالكترونات اللي في اخر المدار دي بنسميها الفالنس الكترونز، بنسميها يا جماعه؟ ليه اقل الكترونات ارتباطا بالنواه والمدار بتاعها بنسميه الفالنس انرجي ايه بقى؟ ليفل. يبقى في الحاله دي في ذره السيليكون في كام فالنس الكترون؟ 4. طبعا انا زي لو واحد جاب حته سيليكون كده 1 ملم مثلا ولا 1 سنتيمتر متوقع فيها يبقى فيها كام ذره سيليكون؟ ملايين. يعني واحد جاب سنتي كده سيليكون تلاقي فيه مثلا مليون ذره سيليكون، كام يا جماعه؟ ها؟ يبقى فيه كام فيلانس الكترون؟ ها؟ 4 مليون. هم دول اللي ههتم ايه بيهم، واضح يا جماعه؟ طب قال لك طيب يعني في مشكله كده، لو انا كل شويه هقعد ارسم النواه والذره والحاجات دي هتعب، صح ولا لا يا جماعه؟ فقال لك طيب ما في حاجه كده في الفيزيكس اسمها الانرجي دايجرام، حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الانرجي دايجرام. الانرجي دايجرام ده ده المحور، يعني ده الانرجي يعني، ماشي يا جماعه؟
فيقول لك ايه؟ احنا عندنا حاجه ايه اسمها تو باندز كده، في باند هنا وفي هنا باند. طبعا ده اتجاه زاويه مين؟ ها؟ فيقول لك هنا في حاجه اسمها في بي اللي هي الفيرنس باند، حاجه اسمها ايه؟ ده اسمه الكوندكشن ايه؟ باند. والمسافه اللي ما بينهم دي اسمها اي جي اللي هي الانرجي جاب. ايه الفيرنس باند ده؟ ده اخر مدار في كل ذره سيليكون فيه الالكترونات. طب ده مليان ولا مش مليان؟ مليان. يعني دول لو احنا قلنا حته السيليكون دي اللي هي فيها كام مليون ذره سيليكون، يبقى هنا في كام مليون الكترون؟ 4 مليون. دول ارتباطهم لسه مرتبطين بالنواه، فهم الانرجي بتاعتهم صغيره ولا كبيره؟ صغيره. عشان تخليهم يتحرروا طبعا تقدر تحرر اللي هنا ولا اللي هنا اسرع؟ اللي هنا. طب عشان احرره لازم اديله ايه؟ يقدر يتغلب بيها على قوه جذب، ها؟ اللي هي بالنسبه لي بنسميها الانرجي بقى. لما لو اديته يقدر يتحرر فيطلع هنا، هنا يبقى بيسموه ايه بقى؟ فري الكترون. يبقى لو في هنا اي الكترون يبقى اسمه ايه؟ فري الكترون. ليه فري؟ عشان هو في باند اسمه الكوندكشن ايه؟ باند، يعني كانه اتحرر من قوه جذب الايه؟ النواه. يبقى اذا اي الكترون في الفيرنس باند معناه انه مرتبط بالنواه ولا اتحرر منها؟ مرتبط. اي الكترون في الكوندكشن باند معناه انه اتغلب على قوه جذب الايه؟ النواه وبقى ايه؟ فري. ما ينفعش يبقى في الكترونز في النص. ليه؟ لان في النص معناه ان انت اديتني انرجي، بدات ايه؟ افلفص شويه من النواه، بس لسه ما ايه؟ ما اتحررتش، فانا لسه مش فري، صح ولا لا؟ فمش هقدر ابقى فري. فهضطر تاني ارجع تاني فين؟ ها؟ في الفيرنس باند. يعني مثلا لو الانرجي جاب ده 10 الكترون فولت وانا اديتك كام؟ 7. عارف زي ما واحد ايه؟ كان حضنك فانت ايه فلفصت سنه، لسه ماسك فيك ولا لا برضه؟ ها؟ ماسكك ما عرفتش تفلت منه. فهترجع تاني روح ماسكك تاني، صح ولا لا يا جماعه؟ انت ما كسبتش حاجه. عشان تقدر تهرب منه وتزقه وتهرب يبقى لازم يديك الكام؟ ال 10 كلها. واضحه يا جماعه؟ فده كده بيسموه الانرجي دايجرام. كويس. تمام. حلو. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها الكوندكشن ايه؟ باند، وحاجه اسمها الفيرنس ايه يا جماعه؟ باند. قلنا الكوندكشن باند بيبقى الالكترون ايه؟ فري. والفيرنس باند بيبقى دايما فول اوف ايه؟ اوف الكترون. وكلهم مش ايه؟ مش فري. اللي ما بينهم اسمه الانرجي ايه؟ او بيسموها الايونيزيشن انرجي. قال لك الدايجرام ده بقى هو اللي من خلاله بنقدر نميز بين الايه؟ ها؟ بين الايه يا جماعه؟ ها؟ بين المواد. ليه؟ بيقول لك ايه؟ يبقى عشان احرر الكترون من الفيرنس باند للكونفكشن باند لازم ندي انرجي اكبر من كام؟ من انرجي جاب اللي بتحرر النواه. وبالتالي على حسب نوع الماده بقى، يبقى لو الماده الانرجي جاب بتاعها صغير، لو الانرجي جاب ماله؟ يعني معناها ان انا مش محتاج انرجي كبيره عشان احرر مين؟ الالكترونز. يبقى دي معناها ان الكوندكتيفيتي يعني التوصيليه بتاعتها عاليه ولا واطيه؟ عاليه. ليه؟ لانك انت لو اديتك انرجي بسيطه الالكترون بتتحرر، صح ولا لا؟ تتحرر معناها ان انا ايه؟ اوصل بطاريه يمشي على طول طياره. سيجما دي بنسميها الكوندكتيفيتي، عكسها مين طبعا؟ الريزستيفيتي اللي هي الممانعه بقى. يبقى لو ماده الكوندكتيفيتي بتاعتها عاليه يبقى الممانعه بتاعتها مالها؟ صغيره. طبعا لو العكس بقى، لو الانرجي جاب كانت كبيره جدا يبقى انت محتاج انرجي عاليه جدا عشان تحرر الالكترونات. يبقى معناها ان التوصيليه بتاعتك مالها؟ صغيره جدا، يعني الممانعه لمرور التيار مالها؟ عاليه جدا. طبعا ايه العلاقه بين رو وسيجما؟ رو بتساوي 1 على سيجما، او سيجما بتساوي 1 على ايه؟ رو. وهنشوفها دلوقتي يعني. تمام. طب يبقى كده نقدر منين نميز بين المواد؟ اول ماده اللي هي مش هنستخدمها خالص اسمها ايه؟ اللي هي المواد العازله. المواد العازله من خصائصها يعني ان الانرجي جاب بتاعتها بتبقى كبيره جدا. احنا متفقين ان الفيرنس باند مليان ايه؟ الكترونز، بس للاسف الانرجي جاب كبيره جدا. فطبعا يبقى انا محتاج ايه؟ انرجي عاليه جدا عشان اقدر اطلع الالكترون من هنا لهنا، او يعني اخليه يتخلص من قوه جذب الايه؟ النواه. فده هيبقى صعب جدا لاسباب كتيره، ان انت لو اديت انرجي عاليه قوي زياده عن الطبيعي ممكن الماده يحصل لها ايه نفسها؟ كولابس وتنهار، فما بيبقاش فيه ماده اصلا. فبالتالي طالما الانرجي جاب كبيره يبقى انا محتاج ابذل انرجي عاليه جدا علشان احرر الالكترونات، وبالتالي تبقى التوصيليه عاليه ولا واطيه يا جماعه؟ واطيه. كوندكتيفيتي ايه؟ واطيه. يعني ريزستيفيتي مالها؟ عاليه. يبقى هو بيقول لك الانرجي جاب كبيره يبقى انا محتاج انرجي كبيره جدا عشان اكسايت، يعني احرر الالكترونات او اطلعها من الفيرنس باند للكوندكشن باند، يبقى الكوندكتيفيتي بتاعتي واطيه والريزستيفيتي مالها؟ عاليه. طبعا كوحدات انتوا عارفين طبعا الريزستيفيتي، انتوا خدتوا المقاومه بتساوي ايه في السيركت ثرو؟ ها؟
فقال عليه يعني قال له رو بتساوي ايه؟ رو بتساوي ار في ايه على ال. لو خدناها بقى كيونتس يعني يبقى اوم متر سكوير على متر. يعني ايه؟ اوم في متر صح؟ الكوندكتيفيتي طبعا واحد على الريزستيفيتي فيبقى واحد على اوم تمام؟ واحد على اوم دي ساعات يسموها مو يمكن ما سمعتوش الاسم او سيمنز على ايه؟ متر. طبعا هي اوم اهي صح؟ فهم العكس عملوه كده يعني. عملوها الرمز ده. الاثنين يعني عشان شفتهم في كتاب بس طبعا مين الكومن اكتر؟ سيمنز بين. طب ده ال طبعا زي ما قلت لكم دي بقى سيجما هي الكوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال وحدتها سيمنز بير متر او مول بير متر. الريزستيفيتي اوم في متر. طبعا ال ده اللينس بالمتر. الاي كروس اريا عشان تبقى عندك ماده خلي بالك كده يعني واخدين الكلام ده. طبعا ده اسمه الايه؟ كروس سكشن. ال ده الايه؟ ال بتاعها. والاري ريزيستنس وحدتها ايه طبعا؟ اوم. طبعا احنا مالناش علاقه بالانسليتورز. تعال نشوف بقى الايه؟ الايه يا جماعه؟ كوندكتور. لو حاجه غريبه جدا في الكوندكتورز بقى بصوا لما جم يرسموا الفالنس باند وليه؟ احنا قلنا في الانسليتور لو هم مالهم؟ الانرجي جاب ايه؟ كبيره جدا. لما جم يشوفوا بقى الماده الكوندكتور زي النحاس او كده يعني لقوا الفالنس باند اوفرلابد مع مين اصلا؟ الكوندكشن يعني مفيش انرجي اصلا؟ جاب. يعني معناها في الروم تمبريتشر العاديه في درجه الحراره العاديه اوريدي من غير ما ادي اي انرجي في ايه اوريدي؟ ريلاكتور. يعني الجزء ده هو اوفرلاب بين مين ومين؟ ها؟ بين الفالنس باند والكوندكشن باند. يعني ده فري الكترونز ولا مش فري؟ فري. يعني اوريدي في درجه طبعا انا بكلمك على درجه الحراره العاديه. درجه الحراره العاديه دي معناها ان انت مدي انرجي ولا مش مدي؟ خلي بالك مدي. يعني درجه الحراره العاديه اللي هي 27 سليزيوس يعني حوالي 300 ايه؟ كلفن. فانت مدي انرجي خلي بالك. اصل انا عشان اقول انا مش مدي انرجي يبقى انا حاططها في حاجه اسمها زيرو كلفن. حاجه ايه؟ لما فانا في الروم تمبريتشر هلاقي في فري الكترونز اوريدي فين؟ في الكوندكتور. طبعا ده معناه ان الانرجي جاب تقريبا مش موجوده صح ولا لا يا جماعه؟ ففي اوفرلاب بين الفالنس باند والكوندكشن باند. يعني انا اوريدي عندي فري ايه؟ الكترونز. يبقى الكوندكتيفيتي بتاعتي عاليه ولا واطيه؟ عاليه وبالتالي الريزستنس تبقى ايه؟ قليله جدا. يبقى هنا بيقول لك ايه بقى؟ مفيش انرجي جاب بين الكوندكشن. ليه؟ لان الكوندكشن باند الكوندكشن باند والفالنس باند اوفرلاب ففي فري الكترونز في الكوندكشن باند. يبقى الكوندكتيفيتي عاليه والريزستيفيتي ايه؟ بس في واحد انا لازم يسال سؤال بقى. يقول لك يعني انا لما اجيب حته نحاس واحنا في الاوضه هنا هي فيها اوريدي فري الكترونز؟ اه. طب انا ليه ما بتكهربش؟ وانا ما بتكهربش هي طبعا في فري الكترونز. اه يعني واحد جاب حته نحاس صغيره كده في فري الكترونز تتحرك فعلا. بس هنا في بقى نقطه لازم تخلي بالك منها. لو انا جبت حته نحاس كده في الروم تمبريتشر ففعلا الفالنس باند والكوندكشن باند اوفرلاب يعني في اوريدي فري ايه؟ الكترونز. بس النقطه في ايه بقى؟ الفري الكترونز دي بتتحرك بطريقه عشوائيه. فتلاقي الكترون فوق واحد تحت واحد يمين واحد شمال واحد كده واحد كده. فتلاقي النت كام بتاعهم كام؟ زيرو. مفيش تيار. ان عشان يبقى في تيار لازم يبقى الالكترونات بتتحرك كلها في اتجاه فيمشي تيار في عكس الايه؟ الاتجاه. فقال لك عشان كده انا عندي تو كيسز. ايه هما التو كيسز؟ اول كيس مفيش ابلايد ايه؟ الكتريك فيه. يعني ما وصلتش ايه يا جماعه؟ بطاريه. مفيش بطاريه موصله. ففي الحاله دي زي ما قلت لكم الفري الكترونز هتتحرك بطريقه ايه؟ راندوم. وغير ان هم واحده يمين واحده شمال واحده فوق واحده ممكن يخبطوا في ايه كمان؟ ها؟ في بعض. فتلاقي النت بتاعك كام؟ طيب لو جيت بقى حطيت بطاريه وهنشوفها كده مع بعض. بصوا بقى معايا. لو انا جيت حطيتها في ايه؟ جيت حطيت بطاريه. بصوا كده اهي ادي الكوندكتور اهو. قلنا دي كروس سكشن اريا ايه وال صح؟ وهوصله على بطاريه كده مثلا. ماشي؟ احنا عايزين نتفق اتفاقات طبعا. انتوا الناس بتوع سيركتس يعني ده اتجاه الفولت صح؟ كده اهو.
اتجاه الالكتريك فيلد من موجب لايه؟ ده اتجاه الالكتريك فيلد. يبقى المجال الكهربي اللي بيأثر على ده هو الالكتريك فيلد، صح؟ طب ايه العلاقه بين الفولت والالكتريك فيلد؟ في على ايه؟ صح ولا لا؟ مش الالكتريك فيلد شفتوا في الفيزياء؟ ايه العلاقه بين الالكتريك فيلد والفولت؟ حتى الالكتريك فيلد وحدته فولت بايه؟ بالميت؟ صح ولا لا؟ يعني انا بجيب بطاريه 10 فولت واوصلها على كوندكتور طوله 5 متر، يبقى المجال الكهربي اللي بيأثر على ده كام؟ 10 على 5. طيب وده ايه احنا قلنا؟ ده ايه يا جماعه؟ كوندكتور. طبعا الكوندكتور في الروم تمبريتشر هيبقى ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في السؤال الاولاني، طالما في فري الكترونز، قلنا لو مفيش بطاريه كان هيتحرك بطاريه عشوائيه فكله يخبط في بعض ويمين يضيع شمال وهكذا، بس انا وصلت عليه بطاريه، صح ولا لا؟ البطاريه دي بتكون مجال كهربي كده، فخدته في الفيزياء. لو انا عندي شحنه سالبه بيأثر عليها ايه؟ مجال. يعني انا عندي شحنه سالبه وعرضتها لمجال كهربي كده، صح ولا لا؟ بتأثر عليها قوه بتساوي كيو في اي، صح؟ في نفس ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه، دي فورس، صح؟ مظبوط ولا لا؟ تاني، انا عندي شحنه معرضه لمجال كهربي، صح ولا لا؟ بتاثر عليها قوه تحركها في نفس ولا عكس اتجاه؟ عكس، عشان هي شحنه ايه؟ سالب. طيب يبقى اذا الالكترونات دي كلها هتمشي ازاي؟ ها؟ صح ولا لا؟ مش ده الكتريك فيلد؟ هيحركها كلها قوه في عكس ولا في نفس اتجاه؟ ها؟ طيب ليك معايا. طب هتتحرك بسرعه، السرعه دي بنسميها في دي، اسمها ايه؟ اسمها الدريفت. ها؟ دي سرعه مين يا جماعه؟ الالكترون. طب اكيد السرعه دي هتتناسب مع قوه مين؟ المجال الكهربي طبعا، اللي هو بيتناسب مع مين؟ طبعا مع البطاريه اللي انت حاططها. فيبقى كل ما الالكتريك فيلد يعلى كل ما ايه؟ الفورس ماله؟ كل ما السرعه مالها؟ تزيد. فقال لك يبقى الفي دريفت ده بيتناسب مع مين؟ على الالكتريك فيلد. هيساوي ثابت اسمه ميو في الالكتريك فيلد. ايه بقى ده؟ اسمها الموبيليتي. اسمها ايه؟ الالكترون ايه؟ اللي هي مدى كونستانت، بيعبر عن مدى حريه حركه الالكترونات. طبعا ده ثابت للايه؟ للماده. وحدته ايه هي؟ اللي انا فاكره متر سكوير بالفولت في سكند، بس تعالى نحسبها. هو ده وحدته متر بريك، وده فولت بريك، يبقى متر بير سكند، ده فولت بير متر، صح؟ يبقى متر سكوير على فولت بريك زي ما انا كاتب، صح كده؟ تمام. كويس. يبقى هنا وصلنا للاتي، ان الالكترونات كلها هتمشي ازاي يا جماعه؟ كده. يبقى هيمشي طيار في نفسه ولا عكس الاتجاه؟ اللي هو فعلا الطيار اللي طالع من البطاريه ولا لا؟ يبقى تاني، هو الكوندكتور في الروم تمبريتشر بيبقى الفيلانس باند والكوندكشن باند مالهم اوفرلاب، يعني في فري الكترونز. الفري الكترونز دي لو انا مش موصل حاجه بيتحرك بطريقه عشوائيه، ففي بينهم كوليجنز، وممكن واحده يمين واحده شمال واحده فوق واحده تحت، فيبقى النت صفر. اول ما توصل بطاريه يعني بفولت، الفولت الاتجاه المجال الكهربي بيبقى بموجب السالب، فيبقى عندي مجال كهربي بيأثر على شحنات سالبه اللي هي الالكترونات، فيأثر عليها بقوه في عكس الاتجاه فيحركها بسرعه اسمها الدريفت فيلوستي. الدريفت فيلوستي دي تتناسب مع قيمه المجال الكهربي، كل ما الالكتريك فيلد يعلى كل ما الدريفت فيلوستي ايه؟ تزيد. بما ان الالكترونات كلها هتمشي في اتجاه، يبقى التيار بيمشي في اتجاه عكس اتجاه حركه الالكترونز اللي هو اسمه الايه؟ الكرنت بتاعك. طيب اول حاجه ليه سموها دريفت فيلوستي؟ عارف يعني ايه دريفت؟ يعني ايه واحد بيزحف واحد يعني. يعني هل الالكترونات ماشيه كده بمزاجها ولا واحد بيحركها غصب عنها؟ مين هو؟ الالكتريك. عشان كده سموها دريفت ايه؟ فيلوستي، يعني واحد بيحركها بيشدها. بتتناسب مع مين؟ مع الالكتريك فيلد. يبقى طبعا الدريفت فيلوستي هتبقى عاليه امتى؟ لو انا عرضت الماده لمجال كهربي ماله؟ يعني وصلت بطاريه فولتها ماله؟ او كانت الماده
من خواصها ان حريه حركه الالكترونات عاليه ولا واطيه؟ عاليه، لان الموبيلتي معناه ان انا بتحرك ايه؟ يعني زي واحد فات كده وواحد تخين مثلا، فالتخين حريه يعني لما يجري هيبقى حريه حركته اضعف ولا زي الرفيع مثلا؟ لا الرفيع هيبقى اسرع. طيب انا لازم السؤال اللي عاوزين نوصل له بقى، مش ده كونتاكتور؟ ليه ايه؟ حاجه اسمها سيجما اللي هي الايه؟ ها؟ اسمها ايه يا جماعه؟ كونتاكتيفيتي. عاوزين نشوفها بكام؟ يعني ايه القانون بتاعها؟ هنعمل اثبات بسيط كده. بصوا كده معايا، ركز معايا. هو طبعا احنا هنعرف كام حاجه كده. في حاجه اسمها ان كابيتال. ايه ان كابيتال؟ ده توتال نمبر اوف فري الكترون. ماشي. في حاجه اسمها كيو، دي التوتال ايه؟ شارج. تبقى عباره عن ايه لما تشوفها؟ ان كابيتال في ايه؟ هيساوي مين ايه؟ شحنة الالكترون اللي هي 1.6 في 10 اس ناقص كام؟ طيب احنا ما بنحبش نشتغل بان كابيتال دي، لان دي توتال نمبر اوف الكترونز وخلاص. يعني ايه؟ لو واحد جاب لك سنتي، يعني سنتيمتر كيوب كده سيليكون، فيقول لك كل الفري الكترونز كذا. ما بيبقاش عندنا الموضوع ده، بيبقى عندنا حاجه اسمها ان سمول اللي هي نمبر اوف الكترونز او فري الكترونز يعني بير متر كيوب، يعني عدد الفري الكترونز في المتر المكعب. فاكيد ان كابيتال دي عباره عن ايه؟ ان سمول في في، هيساوي مين دي؟ من هنا يبقى الكيو ده عباره عن ايه في الاخر يعني؟ ان كابيتال اللي هي مين؟ ان في في، خلي دي ايه؟ رمزها كده. ماشي؟ في اي، صح ولا لا؟ طب مين دي؟ اللي هو عباره عن مين؟ ايه في ان؟ مش ده الفوليوم بتاع ده؟ اللي هو عباره عن ايه؟ الكروس سكشن في الان. يبقى انا وصلت ان ده الكيو. حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب سؤال بقى، هو دلوقتي انتوا عارفين طبعا في حاجه اسمها السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الايه؟ طيب هو دلوقتي المسافه اللي انا هقطعها في يعني الكونتاكتور هيمشيها، المسافه دي عباره عن ايه؟ ال، والزمن لو سميناه تي يبقى تي عباره عن ايه؟ ال على ايه يا جماعه؟ على في ايه بقى؟ في درفت، صح ولا لا؟ يعني تيجي تساوي مين؟ ال على في درفت. طيب مين تي؟ الزمن اللي هو عباره عن ايه؟ هو اي عباره عن ايه؟ كيو على تي. ركزي معايا ولا لا؟ طيب يبقى اي بتساوي كيو على تي، كويس. هنشيل تي ونحطها ال على في دي، ونشيل كيو ونحطها ان اي في ايه في ال، صح؟ فالان راحت مع ال، كويس. بقت اي بتساوي ان في اي في ايه في في ايه؟ في دي، صح كده؟ طيب مين في دي؟ ميو في الالكتريك فيلد. بقت اي بتساوي ها ايه في ان في اي في ميو في الالكتريك فيلد. هل عندنا مشكله هنا؟ مين اي ده؟ التيار وحدته ايه؟ انا بس احنا بنحب نشتغل بحاجه اسمها جي. دي الكارنت. الكارنت ايه يا جماعه؟ دنستي اللي هي اي على ايه. يعني ايه؟ بدل ما اقول لك التيار بيساوي 5 امبير، فانا مش عارف التيار ماشي فين. لما اقول لك بقى الكارنت دنستي 2 امبير بالمتر سكوير، يبقى انت عارف المتر المربع. لما واحد ياخد متر مربع جوه الكروس سكشن هيعرف عدد الايه؟ ال عدد الالكترونز بير سكند بكام؟ يعني مش فاكر ولا لا؟ يبقى ده الجي اللي هو وحدته ايه بقى؟ امبير بالايه بقى؟ يبقى انت هنا مش بتجيب تيار وخلاص، لا انت بتجيب تيار في قد ايه؟ في متر مربع. يعني بتاخد متر مربع من الكروس سكشن ده وتجيب التيار اللي فيه. يبقى انا اقدر اجيب من هنا جي ان هي عباره عن ايه؟ اي على ايه؟ يبقى مين راح؟ طلع كام؟ ان في اي ان في اي في ميو في الالكتريك فيلد. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ تعالى نسلم المعادلة رقم كام؟ ما تتوهش مني، احنا عايزين نجيب مين؟ سيجما. طيب
لو وعارفين اومز لو. ها يا جماعه بيقول ايه؟ ار بتساوي ايه؟ يبقى في بتساوي مين؟ اي في. طب في احنا قلنا عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا الالكتريك فيلد بتساوي في على ال؟ مش احنا قلنا الالكتريك فيلد بتساوي ايه؟ يبقى الفي بتساوي ايه؟ يبقى ال. طب الاي عباره عن ايه؟ الجي بتساوي على ايه؟ تبقى ايه؟ اي اف جي. طب الار بتساوي ايه؟ مش رو، مش ار بتساوي رو في ال على ايه؟ صح ولا ايه؟ طيب بص بقى معايا، مين راح مع مين؟ الرو تروح كده، يبقى جي بتساوي ايه؟ واحد على رو في الاي اللي هي مين يعني؟ سيجما في اي. دي معادله رقم كام بقى؟ صح كده؟ يبقى من اومز لو جي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد، ومن الاثبات اللي عملناه جي بتساوي ده في الالكتريك فيلد، يبقى سيجما بكام بقى؟ اي في ان في ايه؟ بس دي هنحفظها بقى. يبقى دي مين بقى؟ الكوندكتيفيتي بتاعت الايه؟ الكوندكتور اتحسب ازاي بقى؟ اي ده كونستنت ولا مش كونستنت؟ اللي هو 1.6 في 10 اس 19. مين ان؟ عدد الفري الكترونز بير متر كيوب. مين ميو؟ الموبيليتي بتاعت مين؟ الالكترونز. يبقى منطقيا لو انا عاوز ازود الكوندكتيفيتي بتاعت النحاس محتاج ازود يمين يمين. الميو ده ثابت للايه؟ للماده، وده ثابت، يبقى انا محتاج ازود مين؟ عدد الفري الكترونز بير متر كيوب. اللي هزودها ان انا ازود درجه الايه مثلا؟ الحراره. اوديها انرجي اكتر، فاقدر احلل احرر اكتر فيلنس باند فيلنس الكترونز فتبقى فري اكتر. يبقى انا هنا عرفت اجيب الكوندكتيفيتي بتاعت مين؟ ها الكوندكتور. ازاي؟ ولا حاجه. اومز لو بيقول لك ان جي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد، دي هنحفظها اصلا. وبعد كده مشيت بقى التيار بيمشي ازاي. هو التيار عباره عن شحنه على الزمن، والزمن هو المسافه على السرعه، والسرعه احنا قلنا ان سرعه الالكترونات هي الدريفت فيلوستي اللي هي عباره عن ميو في الالكتريك فيلد، وقلنا الشحنه هي عباره عن عدد الالكترونات التوتال مضروب في الشحنه الواحده، وقلنا عدد الالكترونات التوتال هو عدد الالكترونات في المتر كيوب في الفوليوم، والفوليوم هو اف ال، وكملت تطلع لي ان جي بتساوي ده في الالكتريك فيلد. ومن اومز لو جي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد، فتبقى سيجما بتساوي ايه؟ اي في ان في ايه؟ في الميو. طيب يا جماعه بصوا كده، ده اللي احنا قلناه خلاص بقى. يبقى قلنا الفي دريفت بسرعه بس كده نقولها كويكلي، بيتناسب مع الالكتريك فيلد. الفي دريفت اللي هو الدريفت فيلوستي، والالكتريك فيلد ده الابلايد الكتريك فيلد. في دريفت بتساوي ميو ان في الالكتريك فيلد. قلنا لما نحط بطاريه اتجاهها كده بالالكتريك فيلد اتجاهه كده، بالالكترونات هتمشي بسرعه في دريفت. وقلنا الالكتريك فيلد بتساوي في على ال، وقلنا الكيو بتساوي اي في ان، وان هي ان في و في اللي هي اف ال، وعملنا البروف طلع لنا في الاخر ان جي بتساوي ايه؟ ها؟ اي في ان في ميو ان في الايه؟ في الالكتريك فيلد. وبعد كده من اومز لو طلع لنا جي بتساوي ايه؟ سيجما في الالكتريك فيلد، يبقى سيجما هي مين؟ ها؟ اي في ان في ميو ان. ويبقى سيجما اللي هي الكوندكتيفيتي بتاعت الكوندكتور اللي هي وحدتها سيمنز بير متر، تتوقف على ان اللي هي عدد الفري الكترونز بير متر كيوب، او بنسميها الالكترون ايه؟ ها؟ كونسنتريشن. والميو ان دي طبعا هي اسمها ميو ان، عشان بعد كده عندنا حاجه اسمها هولز كمان شويه، فدايما بنحط ان كلمه ان عشان هي الموبيلتي بتاعت مين يعني؟ ها الالكترون. وحدتها متر سكوير بالفولت في ثانيه. طبعا لو انت بصيت على الكوندكتور ممكن يجي لك عليه مساله، تبقى عارف بس القوانين دي. هنحل المساله دلوقتي. ايه القوانين؟ الدريفت فيلوستي بتساوي ايه؟ ميو ان في الاي، حيث دي الموبيلتي بتاعت الالكترون، ده الالكتريك فيلد. لو انا بديك بطاريه، لو قسمتها على الطول تديك مين؟ ها؟ الالكتريك فيلد. الكوندكتيفيتي هي اي في ان في ميو ان، والكوندكتيفيتي اللي علاقتها بالريسستيفيتي 1 على رو، والار بتساوي رو في ال على ايه؟ اي. وما تنسوش ان جي اللي هي الكارنت دنستي بتساوي الكوندكتيفيتي بالالكتريك فيلد. وطبعا الكوندكتيفيتي لها قانون، وعارفين طبعا ان جي بتساوي اي على ايه برضه؟ اي على ايه؟ لو شفنا مساله سريعا كده بسيطه يعني، بيقول لك ايه؟ اقرا كده المساله. Voltage
conducting line يعني عندك ICI فيها conductor line نحاس يعني. فبيقول لك طوله كام مليمتر وليه rectangular cross section يعني واجه عندك كده وليه rectangular يا جماعة cross section بذوكا ولا فبيقول لك الريكتانجلر كروس سكشن ده يبقى هو الطول ده كله كام والريكتانجلر كروس سكشن واحد في 4 يعني ده واحد مايكرو وده 4 ايه يبقى الاريا بكام لا واحد في 4 واحد مايكرو يبقى واحد في 10 اس ناقص كام في 4 4 في 10 اس ناقص كام برضو هتبقى 4 في 10 اس ناقص كام متر سكوير يعني خلي بالك ده واحد مايكرو وده 4 مايكرو لما تعوز تجيب الاريا هتضرب ده بده بس حاول ده المتر ده المتر يعني والطول كام 2.8 من 10 ب 10 اس ناقص كام طيب يقول لك والله الراجل ده ماشي في طيار يعني هو موصله على ايه ها بطاريه ماشي في طيار كام كام 5 ملي امبير يبقى اي تساوي 5 في 10 اس ناقص 3 امبير وفي فولتج دروب فولتج ايه دروب كام 100 ملي فولت يبقى الفولت اللي عليه كام ها لو نفس فولت البطاريه طبعا يعني 100 في 10 اس ناقص كام 2.1 فبيقول لك لو الالكتروموبيلتي دي مي وايه 500 كام؟ ده ايه؟ متر سكوير بالفولت في ثانيه ما فيهاش مشكله الوحده بيقول لك هات الالكترو كونسنتريشن يعني عاوز مين؟ فاكر؟ فالقوانين قصادكم فوقيها حتى يعني ايه القانون الوحيد اللي فيه ان اصلا؟ السجن صح ولا لا؟ يبقى الكوندكتيفيتي هي اي في ان في ايه؟ صح؟ ده القانون الوحيد اللي فيه ان؟ طيب خلينا نمشي واحد ايه كام صح ميو ان هو مديها لك كام يبقى انا ناقصت مين طبعا في طريقه ثانيه يبقى سيجما في قانون ثاني جي بتساوي ايه سيجما في الالكتريكي كويس هل عندي جي لا بس عندي اي وعندي ايه يبقى جي ده اللي هو اي على ايه عارفه جدا طيب سيجما هل عندي الالكتريكي بس عندي مين؟ دي على صح؟ طيب سيجما هتساوي ال في اي على مين؟ ال بكام؟ 2.8 في 10 اس ناقص 3 الاي 5 في 10 اس ناقص 3 الفي 100 في 10 اس ناقص 3 الاي 4 في 10 اس ناقص كام؟ 12 يبقى انا جيت جبت ليه؟ هعوض بيها هنا يبقى جبت مين؟ بيطلع وحدتها ايه بر ايه يعني دي عدد الالكترون بر ايه متر كيو سهله بسيطه يعني تمشي وراها كده حسب القوانين وتحلها تلاقي سهله خالص مش مشكله يعني. تمام طبعا يبقى عندك سنسر الارقام بصوا طلع عدد الالكترونز كام كام شايفين الرقم في المتر المكعب كام 4 تقريبا يعني في 10 اس كام 27 طبعا عدد رهيب عشان كده بقول لكم هو عدد الالكترونز بير متر كيوب ده عدد رهيب جدا هي اصلا طبعا هي صغيره طبعا انت لو عاوز تجيبها ممكن يكون في الاختيارات ولا حاجه بقول لك هات ان واديك التشويسز مش بير متر كيوب بير مثلا سنتيمتر كيوب لو انا عندي بير متر كيوب وعاوز احولها بير سنتيمتر كيوب اعمل ايه؟ بص عشان ما تغلطش هسالكم الاول سؤال لو انا عندي حاجه سنتيمتر كيوب ده عاوز احولها متر كيوب ده اعمل ايه؟ هضرب كام؟ 10 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
وانا عاوزها بالميتر كيوب سهله هي 10 اس 3 على ايه صح فانا عاوز احولها هعمل ايه تبقى 10 اس 3 عشان احول من سنتيمتر كيوب في المقام لميتر كيوب حضرتك فتحت في كام في 10 اس كام يعني صح يعني كانك ضربت في كام يعني فكده بقت بير ايه بقى ميتر كيوب عبر معا ولا؟ فإذا لو أنا عندي حاجة بير سنتيمتر كيوب وعاوز أحولها بير ميتر كيوب تحضر في 10 أس كام بقى؟ 6 ولو هي حاجة بير ميتر كيوب وعاوز أحولها بير سنتيمتر كيوب تحضر في 10 أس كام؟ 6 لو العكس طيب تعال نخش بقى على المهم يعني الكونداكتورز الحقيقة مش مهمة بالنسبة لنا ليه؟ لأنها مش هي اللي بنعمل منها الـ الالكترونيك ديفايسز بتاعتنا اللي يهمنا مين بقى السيمي كوندكتور لان السيمي كوندكتور هي اللي منها هنعمل الدايت ونعمل منها مين كمان ترانزستور هنعمل منها الدايت والترانزستور طيب بصوا معايا في انواع بقى علاقه والله السيمي كوندكتورز دي ساعات في الورق هتلاقي اس سي يعني اختصار سيمي ايه كوندكتور ده نوعين اول نوع intrinsic او pure semiconductor intrinsic او ايه pure semiconductor على دي المواد رباعية التكافؤ رباعية ايه يعني عدد الالكترونات داخل المدار كام اربعة زي مين طبعا هما بيسموها ساعات باللاتيني تترا فالنت اسمها ايه تترا فالنت تترا فالنت اتومز تترا طب ايش اي انواعها بيقول لك يا اما كومباوندز يعني مركبات حاجه زي جاليوم ارسنايد مش ده مش هنستخدمه خالص انا اللي هيهمنا مين الالت فقال لك النوعين المشهورين واللي الناس تعمل بيهم كل الديفايس حاجه اسمها السيليكون وليكن الاثنين عدد الالكترونات في اخر مدار كام أربعة فالسيليكون بيبقى 2 8 4 كام لان هو العدد الذري بتاعه كام 14 الجرماني والعدد الذري بتاعه 32 فبتلاقي 2 8 18 كام برضو 4 فيبقى عدد الفيلنس الكترون سواء ده او ده كام يعني هي ماده رباعيه الايه او يسموها تترا ايه بقى فيلنت الحقيقه هندرس ده دلوقتي هنكتشف ان الكوندكتيفيتي بتاعته مش عاليه قوي الكوندكتيفيتي بقى بعد ما ندرس هلاقي الكوندكتيفيتي بتاعته مش عاليه فهم كانوا عاوزين سيمي كوندكتور الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه طب ايه الحل والله لقوا الحل ان الماده دي بيسموها انترنسك او بيور يعني ايه بيور يعني هو بيجيب حته سيليكون بيور نقيه او حته جرمانيوم نقيه الحل علشان تزود الكومباكتيفيتي انك تحط لها شوائب طيب امبيوريتي شوائب ساعتها يسموه اكسترنسك سيمي كوندكتور اسمه ايه بقى اكسترنسك سيمي كوندكتور طب الشوائب دي بتتحط ازاي قال لك يا اما تحط شوائب بمادة خماسية التكافؤ يعني ايه خماسية التكافؤ؟ يعني عدد الالكترونات في اخر مدار كام؟ زي الفوسفور هنشوفه فساعتها يطلع لك نوع سيمي كوندكتور اسمه ان تايب هناخده لسه طبعا المادة الخماسية التكافؤ دي بيسموها بنتا فالنت اسمها ايه؟ يا اما تحط مادة ثلاثية التكافؤ زي الالومنيوم مثلا يعني عدد الالكترونات في اخر مدار كام؟ ها؟ ثلاثة وساعتها هيطلع لك نوع اسمه بي تايب سيمي كوندكتور هنشوف بقى الفروقات بينهم لما نوصل لها هنبدأ بمين دلوقتي بالبيور او ليه يا جماعة او الانترنسك طيب احنا قلنا ان البيور او الانترنسك بتبقى يا سيليكون يا ايه وعدد الالكترونات في اخر مدار كام اربعة طيب سيبك من الحتة دي هنجلها خلينا نقول بقى ايه تعالى ندرس هنجيب حتة ايه سيليكون عند درجة حرارة زيرو كلفن درجة حرارة ايه؟ زيرو كلفن دي معناها هالف الروم تمبريتشر؟ لا طب ليه عاوز ادرسها عند زيرو كلفن مع انها مش موجودة في الحقيقة أصلاً؟ عشان أشوف التأثير واحدة واحدة عشان نوصل للرو ايه بقى؟ تمبريتشر بصوا يا جماعة زي ما خدتوا في الكيمياء في حاجة اسمها ليتس ستراكشر أو يعني ايه؟ لما يبقى عندك مادة زي السيليكون عدد الالكترونات في اخر مدار كام؟
فكل ذره سيليكون تعرف الذره عشان تبقى مستقره عاوزه يبقى حواليها كام الكترون في اخر مدار 8 فهي السيليكون اهي حواليها كام الكترون 1 2 3 ايه 4 صح زي ما قلت لك لما تجيب حته سيليكون صغيره تلاقيها فيها ملايين الايه الاتومز يعني ملايين الذرات فعلا بتلاقي فيه ليت ستراكشر كده هنا برضه سيليكون سيليكون كل واحده حواليها 4 وهنا السيليكون وهكذا فطبعا ده قال لك ايه طيب انا هشاركك بذره بالكترون وانت تشاركني بالالكترون وانا اشاركك وانت تشاركني نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا طبعا ده هيشارك برضو مع واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا نفس الكلام صح فكده ده الراجل ده بقى حواليه كام كده كام 8 بانه عامل كام رابطه تساهميه بنسميها كوفيلنت بوندز كوفيلنت ايه أربع روابط تساهمية وطبعا ده برضو هيعمل كام روابط تساهمية هو حواليه كام برضو 8 وهكذا ده ليت ستراكشر فكده الثاني عندهم مستقرة ولا بس الكلام ده امتى؟ درجة الحرارة كام؟ زيرو كام؟ يعني محدش مديله انرجي خالص فهو محطوط في ليت ستراكشر هو حواليه أربعة كل الذرات حواليه أربعة فقال لك خلاص أنا حواليه أربعة وأشارك مع كام ذرة حواليه؟ انا شارك بالالكترون وانت بالالكترون فيبقى انا كده حواليها كام 8 وانت حواليك 8 و8 8 كله تمام السؤال بقى في الانرجي دايجرام الكلام ده عند 0 كلم الكلام ده عند كام بتي بتساوي 0 كلم ده الكوندكشن باند وده الايه مين اللي مليان هل في اي حاجه في الكوندكشن باند هو الفينس باند اللي هم مين الاربعه دول مرتبطين اه ده مرتبطين ومترستقين كمان لان الذره مستقره حواليها كام 8 حواليها كام 8 بس الكلام ده عند زيرو كلفن يعني انت مش مدي ايه خالص ها انرجي قال لك طب تعالى ندرس عند الروم تمبريتشر عند ايه اللي هي 300 ايه فقال لك بيحصل حاجه بقى ايه مش ظريف انت بتدي ايه انرجي فطبعا اقل الكترونات مرتبطه بالنواه هم مين الاربعه دول صح ولا فبيحصل ايه الانرجي اللي بتديها في الروم تمبريتشر دي بتكسر الايه الكوفالنت بوند فلما تكسرها يحصل ايه الالكترون ده يتحرر ويسيب مكانه فاضي ايه حرر يبقى طلع لي هنا فري فري ايه يا جماعه الكترون طبعا الكلام ده هيتكرر يعني ده برضه هيتكسر يبقى هنا ايه فاضي ويطلع ايه 3 الكترون وهنا برضو ممكن يحصل ايه يتكسر ويطلع ايه ويبقى فيه هنا ايه هول اسمها ايه هول طبعا الرسمه ولا حاجه يبقى فيه هنا ايه فيه ايه يا جماعه الكترونز هتطلع تبقى ايه مش هي بقت فري تروح فين بس قالك في حاجه خلي بالك منها بتسيب مكانها ايه اوه طب هسالك سؤال بقى لو 50 الكترون بقى فري هيسيب مكانه كام مكان فاضي 50 فقال لك يبقى هنا ان بتساوي بي مين بي ده بقى عدد ايه يا جماعه بالمتر كيوب ده عدد الايه الفري ايه الكترونز بير متر ايه؟ متر كيوت مش كده؟ وده عدد الايه؟ الهولز اما ايه حكايه الهول دي؟ قال لك لا اصل مش واخد بالك ده احنا هنعتبر الهول ده كانه موفابل تشارج يعني خلي بالك من السيناريو بقى هو المفروض مين اللي بيسبب تيار؟ اه في السيمي كوندكتور يقول لك لا مش الالكترونز بس ده الهولز كمان ليه بقى؟ قال لك دي عامله زي لعبه الكراسي يعني ايه؟ يعني خلي بالكم الوضع بس وانا دلوقتي لما ازود درجه الحراره الاول كانت زيرو قلنا الوضع مستقر زودت شويه ايه اللي بيحصل؟ شويه كوفيلنس بوند بتايه؟ بتتكسر ويطلع ايه؟ الكترونز طب لو واحد زود اكتر كوفيلنس بوند اكتر تتكسر ويطلع ايه؟ الكترونز طب زودت اكتر الكترونز تتكسر ويسيب مكانها فاضي السؤال بقى هل كل ما درجه الحراره تزيد
هيحصل نفس السيناريو؟ قال لك لا، بس في ظاهره تانية بتحصل لازم تاخد بالك منها اسمها ريكومبينيشن. اسمها ايه؟ ايه هي بقى؟ الذره اللي انت كسرت الكوفيلنت بوند بتاعها وبقى عندها مكان ايه؟ دي ميكانيكالي بتاوسيليت، فهي نفسها تلقط ايه بقى؟ مش في الكترونات دلوقتي ماشيه في الهواء كده؟ نفسها ايه بقى؟ تلقط واحد. فيحصل ايه؟ خليكم بقى ماشيين معايا في السيناريو ده. احنا الكوفيلنت بوند دي ايه؟ وسابت مكانها، ودي نفس الكلام. جاء الالكترون ده بيتحرك وبيلف براحته كده، راح مين لقطه؟ ده. انت كده بتبص لها ان الالكترون ده اتحرك، صح؟ في واحد تاني بص لها ايه بقى؟ ان كان هنا في هول والهول ده اتحرك. مش هو كان الهول هنا؟ بقى فين؟ بقى هنا. فيبقى في حركه كانها للهولز ولا لا؟ زي الكراسي لما يبقى واحد قاعد وبيتحرك بين الكراسي. تفهمها بطريقتين، ان مين بيتحرك؟ الشخص او الكراسي هي اللي بتتحرك. طبعا عشان ابقى صراحه، واضح ان مين الموبيلتي بتاعته اكتر، الالكترونز ولا الهولز؟ ليه؟ يعني الالكترون اللي اتكسر الكوفيلنت بوند هنا قاعد يمشي 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 يتحرك براحته خالص، وفي الاخر جه هنا، بينما الهول كانه اتحرك ازاي؟ من هنا من هنا لهنا، صح ولا لا يا جماعه؟ عشان كده في حاجه اسمها ميو بي وحاجه اسمها ايه بقى؟ مين ميو بي؟ الموبيلتي بتاعت الهولز. مين ميو ان؟ اكيد مين اكبر؟ طيب الكوندكتيفيتي في حاله الانترنسك او البيور سيمي كوندكتور هتبقى نتيجه مين ومين؟ الالكترونز ها والهولز. فاحنا نتيجه الالكترونز احنا عارفين ان هي اي في ان في ميو ان. طب ونتيجه الهولز بقى ايه برضه؟ اي في بي في ميو في. ليه؟ قال لك اصل الهول ده هل موجود اصلا ولا حاجه مش موجوده؟ مش موجوده. فقال لك عشان بس حركته، يعني احنا قلنا الالكترون اتحرك كده، طب الهول اتحركت ازاي؟ عكس، صح ولا لا؟ مركزين ولا لا؟ يعني دلوقتي الالكترون اتحرك كده راح كده وخليها كده، يبقى كان الهولز مشت ازاي؟ عكس. بما ان الحركه العكس يبقى كانه الكترون بس شحنته ايه؟ بوزيتيف. فقال لك يبقى الهول ممكن تعتبره بانه بوزيتيف ايه؟ الكترون. فعشان كده الشحنه بتاعته هي نفسها شحنه مين؟ الالكترون. ويبقى دي الكوندكتيفيتي، يعني نتيجه الالكترونز ونتيجه مين يا جماعه؟ الهولز. بس طبعا الموبيلتي بتاعت الهولز اكبر ولا اقل؟ اقل. الموبيلتي بتاعت الالكترونز اعلى. طب مين ان؟ ده عدد الفري الكترونز. طب مين البي؟ عدد الهولز. في الحاله بتاعتنا دي اكيد مين بيساوي مين دايما؟ عدد الهولز بيساوي عدد مين؟ الالكترونز. فقال لك دي بتساوي حاجه بنسميها الان اي، اسمها ايه؟ الانترنسك كونسنتريشن. اسمها ايه؟ اللي هي عدد الفري الكترونز اللي هم نفسهم عدد مين؟ بير متر كيوب. ويبقى هنا القانون نقدر نكتبه ان هو اي في ان اي في مين؟ في ميو ان بلس ميو. خلي بالك بقى هنا هنقول كام حاجه برضه عشان تبقوا فاهمينها بقى. في حاجه اسمها مش هنخش فيها قوي اسمها اللايف تايم بتاع الالكترون واللايف تايم بتاع مين؟ ايه اللايف تايم؟ هو دلوقتي لما الكوفيلنت بوند اتكسرت صح؟ وبقى هو ايه كده؟ في وقت هو ايه؟ فري لحد ما مين القطب؟ اول ما طلعت يبقى كده عمره انتهى، فده الوقت بتاعه. والهول ليها لايف ايه برضه؟ طيب ايه الوقت اللي هو فيه هول صح؟ لحد ما في الكترون ايه؟ رزع فيها فبقى ايه؟ في الحاله بتاعتنا اكيد اللايف تايم بتاع مين قد مين؟ ليه؟ لان عدد الالكترونز هو نفسه عدد مين؟ طب امتى الماده بتوصل للوضع الاستيبل؟ يعني هل في سؤال، هل كل ما هزود درجه الحراره اكيد هيتكسر الكوفيلنس بوند وعدد الالكترونات تزيد وعدد الهولز ايه؟ تزيد لحد سيرتن ايه؟ بوينت. ايه اللي يحصل فيها؟ كل ما تزود درجه الحراره فيتكسر بس يحصل ايه برضه؟ ريكومباينيشن، يعني نفس الزيادات اللي بتحصل في الكوفيلنس بوند اللي بتتكسر يقابلها نفس الريكومباينيشن ان الالكترون يخش في ايه؟ في هول فياخد مكانه. في الحاله دي توصل للوضع الايه بقى؟ الستيبل. يبقى الخلاصه يعني ان البيور سيمي كوندكتور لو واحد جاب سيليكون بيور كده لو حطها من غير انرجي يعني بزيرو كيلفن فهيبقى الوضع ماله؟ ستيبل، مفيش تيار ولا في اي حاجه. ولو وصلت بطاريه مش هيمشي تيارات لان مفيش ايه اصلا؟ مفيش فري تشارجز. بينما في الروم تمبريتشر، احنا قلنا الروم تمبريتشر كانك مدي انرجي ولا مش مدي يا جماعه؟ مدي. فبيقول لك الكوفيلنس بوند بتبقى اتكسرت، فبيبقى عندك اماكن مالها فاضيه اسمها ايه؟ هولز، وفي فري ايه؟ الكترونز. فبيبقى عندك فري تشارجز نوعين، الكترونز وايه؟ وهولز.
والهولز هي كانها بوزيتيف ايه الكتريك. بالتالي لو جبت بطاريه هتمشي تيار ولا مش هتمشي؟ ماشي. نتيجه كام تشارج؟ 2 الالكترونز والايه والهولز. يبقى بالتالي التيار هو جي بتساوي ايه بقى؟ سيجما في مين يا جماعه؟ الالكترون. فيبقى عندي اي في ان في ميو ان صح، واي ها في بي في ميو بي في مين. يبقى عندي كام تيار؟ واحد نتيجه مين؟ الالكترونز، واحد نتيجه مين؟ واضحه؟ لو بصينا على الكلام ده هنا كده بسرعه طيب بصوا انا هنا بقول ايه بقى؟ في السيمي كوندكتور الكوندكتيفيتي تبقى نتيجه مين؟ ها؟ الكتروز وهو الهول كانه بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف الكترون. يبقى لما الالكترون بيسيب مكانه في الفيلنس باند بيسيب مكانه هول ويطلع ايه؟ الكوندكشن باند. زي ما قلت لكم لما درسنا عند زيرو كلفن كل ذره سيليكون حواليها 8 الكترونات، فبالتالي كله مرتبط والدنيا تمام، الفيلنس باند مليان ومفيش اي فري الكترونز، فيبقى زيرو كلفن كل ال الالكترونز مرتبطه بالنواه ومفيش هولز. يبقى ان بتساوي بي بتساوي كام؟ زيرو، حيث ان عدد الفري الكترونز بالمتر كيوب وده عدد الايه؟ الهولز. اول ما تحطها في الروم ايه بقى؟ ايه اللي يحصل؟ كوفيلنس بوند تتكسر، فيبقى في فري الكترون يطلع فري الكترون يسيب مكانه ايه؟ كذا الكلام ده بيحصل كتير بقى، فيبقى مثلا 20 كوفيلنس بوند اتكسر يبقى هيبقى عندك 20 هول وفي 20 ايه؟ فري الكترون. طبعا في حاجة أنا ما قلتهاش بس لازم تاخد بالك منها، إن طبعا بعد ما ذرة السيليكون دي فقدت إيه؟ إلكترون، بقت شحنتها إيه؟ بوست، بيسموها بوستيف أيون، بوستيف إيه؟ لأنها فقدت إلكترون. هل البوستيف أيون ده بيساوي التيار؟ لا، دي بيسموها فيكسد أيون، يعني ده ذرة صح ولا لا؟ مين اللي بيسبب التيار؟ ها؟ الإلكترونز أو الإيه بس؟ أو الهولز. يبقى كل ما درجة الحرارة تعلى إيه اللي هيحصل؟ الالكترونز هتسيب البوند وتبقى فري وتسيب مكانها هول، وقلنا ان بتساوي بي بتساوي ايه بقى يا جماعه؟ ان واحد صح ولا لا؟ ثانية واحدة. طبعا ان اي ده بنسميه انترنسيك ايه؟ اسمه يا جماعه؟ اللي هو عدد مين؟ فري الكترونز اللي هو نفسه عدد مين؟ كل ما درجة الحرارة تعلى كل ما ايه؟ الكوفيلنس بوند تتكسر اكتر فيطلع فري الكترونز وهولز وحيث ان بتساوي، بس طبعا الكلام ده لحد سيرتن ايه؟ بوينت اللي بيحصل عندها ايه بقى؟ البالانس او بيحصل عندها الستيد ستيت يعني. طبعا يعني ايه كلمه بيور سيمي كوندكتور؟ يعني ما فيش فورين ايه؟ اتومز، يعني ما هياش فيش اي شوائب يعني. التيار قلنا نتيجه مين ومين؟ الهولز والالكترونز، بس هنا ان بتساوي بي بتساوي مين يا جماعه؟ ان اي، والكوندكتيفيتي هتبقى الكوندكتيفيتي نتيجه الالكترونز والكوندكتيفيتي نتيجه مين؟ الهولز، يعني اي في ان في ميو ان واي في بي في ميو بي. ممكن تاخد ان بتساوي بي بتساوي ان اي، يبقى تاخد اي ان اي كومن، فيبقى دي الايه؟ الكوندكتيفيتي. ما ننساش قلنا مين الموبيلتي بتاعته اعلى. وطبعا انتوا عارفين الفي دريفت كانت بتساوي ايه؟ ميو في الالكتريك فيلد. يبقى في في دريفت الكترونز، في في دريفت ايه؟ هولز. الفي دريفت الكترون اللي هي في دي ان هتبقى ميو ان في الالكتريك فيلد صح؟ والفي دريفت بي بتاعت الهولز هتبقى ميو بي في الايه؟ في الالكتريك فيلد. بما ان ميو ان اكبر من ميو بي يبقى مين سرعته اعلى؟ بي ان اعلى من بي. الكرنت دنسيتي جي هتبقى بتساوي ايه برضه؟ سيجما في الالكتريك فيلد، وسيجما كام حاجه؟ 2. يبقى عندك كرنت دنسيتي نتيجه الهولز وكرنت دنسيتي نتيجه الايه؟ الالكترونز. يعني سيجما في الالكتريك فيلد اللي هي اي في ان اي في ميو ان زائد ميو بي في الايه؟ في الالكتريك فيلد. في قاعده هنا هنتكلم عنها كمان شويه بيسموها الماس اكشن لو، اسمها ايه؟ بيقول لك ان ان في بي بتساوي دايما ان اي سكوير. ان ايه؟ ان في بي بتساوي ايه؟ ان اي سكوير. هو هنا متحققه صح؟ ليه؟ هو ان بتساوي ايه اصلا؟ بي. فهو ان بتساوي بي بتساوي ان اي، فلما بضرب ان في بي هتطلع كام؟ ان اي سكوير. فهي هنا لوحدها ماشيه. بس هتشوفوا ان القاعده دي قاعده عامه لاي سيمي كوندكتور، وهنشوفها ازاي بتطبق في الانواع الثانيه يعني. قبل ما نحل مساله او نشوف اللي كان عنده سؤال، ايه بقى ملخص القوانين هنا قبل ما نحل مساله؟ يبقى لو انا جيت في المساله قلت لك ايه؟
خلي بالك عشان الامتحان ممكن ما اقولكش هل ده سيمي كوندكتور ولا كوندكتور اصلا. يعني لما اقول لك كابر انت عرفت ان هو ايه؟ كوندكتور. لما اقول لك سيليكون اقول لك جرمانيوم. ولما اقول لك سيليكون بس او جرمانيوم بس فانت عرفت ان هو بيور ايه كمان؟ سيمي كوندكتور. فلما اقول لك بيور سيمي كوندكتور او انترنسك سيمي كوندكتور او سيليكون وخلاص او جرمانيوم وخلاص فانت عرفت ان ان بتساوي بي بتساوي ايه؟ وان بي بتساوي ان اي سكوير. وان الكوندكتيفيتي هي ايه في ان اي في ميو ان زائد ميو بي. وان الجي بتساوي سيجما في الايه؟ في الالكتريك فيلد اللي هي ده. وان طبعا الكوندكتيفيتي واحد على الايه؟ الريزستيفيتي. وان رو بتساوي ار في على ال والجي بتساوي اي على ايه؟ على ايه؟ قبل ما نحل المساله مين كان عاوز يسال؟ طب مش لو الالكترون اتحرك من اليمين للشمال كده البول اتحركت من الشمال لليمين احنا بنجمع الكوندكتيفيتي زي بعض مش بنطرحهم مع بعض. ما هو دي بقى النقطه. التيار لو انت عندك شحنات سالبه بتتحرك في اتجاه التيار بيمشي ازاي؟ عكس الاتجاه. طب لو شحنات موجبه ماشيه في اتجاه التيار بيمشي ازاي؟ نفس الاتجاه. فتلاقي الاثنين مع بعض. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ طب المساله دي هنحلها. زيت ولا نقولها؟ طيب طبعا بصوا هو المفروض طبعا في محاضره ثابته ومحاضره بتقلب بس قبل رمضان هناخد احنا ايه سبت وثلاث كده الاسبوعين دول عشان في رمضان يعني ايه اكيد مش هناخد المرتين يعني فاهمين الفكره؟ احنا سته فالمحاضره الجايه بتاعتنا الثلاث يعني ففي رمضان غالبا هيبقى معاد واحد بقى او يعني معاد و يعني اسبوع مره واسبوع مرتين حسب الوقت يعني. بس خلينا قبل رمضان نخلص شويه عشان ايه ما نبقاش الموضوع تبخن يعني. بصوا كده معايا. بيقول لك عندي كلمه انترنسك سيليكون يبقى دي مساله اي بيور. ليه؟ لان بعد شويه يعني او لو لحقنا لما احط امبيورتس هتبقى نوع تاني من السيليكون. فبيقول لك نفس الكلام طولها 3 مللي. يعني هي برضه ريكتانجلر طولها كام يا جماعه؟ وال ال 50% يعني برضه ده 50 مايكرو وده ايه؟ يعني الطول 3 في 10 اس ناقص كام؟ والاريا 100 في 10 اس ناقص 6 50 في 10 اس ناقص كام؟ 6. فهو بيقول لك ايه؟ طبعا هو وصلها على بطاريه برضه ماشي؟ فبيقول لك عاوز الالكتريك فيلد والفولت لو التيار اللي ماشي 1 في 10 اس ناقص 6 امبير والرو اللي هي الانترنسك طبعا 2.3 في 10 اس 5 اوم في سنتي ده بقى ولا اوم في متر؟ لا اوم في سنتي. ماشي؟ طيب هنا الموضوع تمشي باكورد يعني ايه؟ ما هو انا مديني رو يعني عندي مين؟ سجما اللي هي واحد على رو بس اظبط وحدات الرو بس تبقى واحد على 2.3 من 10 في 10 اس 5 انا عاوز اقوم في متر هضرب في 10 اس ناقص 2 صح؟ فتطلع لي ده سيمنز بريد. طب بيساوي ايه؟ اللي انا جبته ده اي في ان اي في طبعا الميو ان والميو بي المفروض جيبن يعني تمام كده؟ ولا مش جيبن؟ لا شفتهم مش جيبن. طيب هل السكه دي احنا وصلنا لحاجه؟ طيب هي جي بتساوي ايه؟ سيجما في اي صح؟ هل السكه دي وصلتني؟ لا.
اولا ما عنديش مين اصلا ولا عندي ده ولا عندي ده. هسا امشي سكه ثانيه جي بتساوي ايه؟ سيجما في كويس وجي ليه مين؟ اي على ايه؟ ده عندي اي بكام؟ 10 اس 6 الاريا 150 و10 اس 12 يبقى جبت مين؟ صح؟ ليه مين؟ V على ال. طب ما انا عندي ال بكام؟ يبقى انا جبت مين؟ ما احتجتش القانون اصلا بتاع ايه؟ حسب المسألة المطلوب فيها ايه يعني؟ الاكسبرينسي هنقول بس كده ايه الانتايد ونكمل المرة الجاية. زعيمين من اول محاضرة يعني؟ ولسه بقول الكلام تلت ساعة هنقول فكرتها ونعيدها المرة الجاية. بص كده بسرعة بيقول لك الفكرة هنا جاية ايه؟ عشان بس نفهم الايديا والمرة الجاية ان شاء الله نعرف عشان هنقول بي تايب كمان فهيبقى هضطر اقول ده تاني. المشكلة في سيجما اللي انا حسبتها دي كده ان هي ايه؟ مين بيساوي مين؟ الكترون بيساوي الهول. فالقى الكوندكتيفيتي بتاعتها مش عالية ومش عارف يعليها ليه؟ لازم كل ما تقعد تزود الحرارة توصل لوضع يحصل ايه؟ ستيبل خلاص؟ فقال لك لا كده مش هينفع. طب ايه الحل يا عم عشان نجيب مادة الكوندكتيفيتي بتاعتها عالية واقدر كمان اتحكم في الكوندكتيفيتي براحتي؟ تحط شوائب. الشوائب دي لما تحطها بقت الماده ما اسمهاش انترنسك سيمي كوندكتور بقى اسمها ايه بقى؟ اكسترنسك او امبيور سيمي كوندكتور ماده مش نقيه. طب قال لك في نوعين يا اما تحط ماده هنا بتعمل حاجه اسمها دوبي اسمها ايه بقى؟ يعني ايه زي ما واحد كده يجيب ماده نقيه سيليكون ويعمل لها انجكشن بفوسفور ماده خماسيه فتبقى اسمها ان تايب سيمي كوندكتور او تجيب حاجه كده سيليكون وتعمل لها دوبنج او انجكشن ب شوائب زي الالومنيوم ماده ثلاثيه الايه تكافؤ فهي ساعتها اسمها ايه بقى بي تايب ايه سيمي كوندكتور. فقال لك طب تعال نشوف اول نوع اللي هو اسمه ايه بقى ان تايب هتعمل ايه هيبقى عندنا سيليكون او ايه اللي هو الاستراكشر اللي احنا قلنا عليه ونعمل الحقن بايه بماده خماسيه زي الفوسفور الارسنايد ايا كان والفوسفور الماده دي تكافؤها كام يعني عدد الالكترونات في اخر مدار كام؟ 5 فبيسموها بنتا فيلنت اتوم اسمها ايه؟ بالجريكي تمام كده؟ بنتا فيلنت. طيب تعال نشوف الوضع في كام حالة؟ في 3 بقى المرة دي الأول في 0 ايه؟ 0 ايه؟ يعني ايه 0 كلفن؟ يعني أنا مش مدي أي ايه؟ خلي بالك هو الاستراكشر كان الرسمة اللي أنا رسمها كله سيليكون كل واحدة حواليها كام؟ والمعامله كام رابطه 900 انت عملت حقن بشويه ذرات ايه فوسفور تكافؤها كام هتطلع لك واحده زي الفوسفور دي وحواليها كام سيليكون 4 طب هي حواليها كام طب هي دخلت مكان واحده ايه سيليكون هي حواليها 5 بس داخله في استراكشر بيعمل كام رابطه 900 فهي كده حواليها كام 9 وهي تبقى مستقره لما يبقى حواليها كام يبقى اكيد خامس الكترون ده لا مش فري ارتباطه ضعيف ولا قوي بالنواه ضعيف ما حدش يقول فري لان انا ما اديتش ايه خالص لسه انرجي خالص طيب ده الشكل فيزيكس طب شكل كانرجي دايجرام يبقى عامل ازاي هل في فري الكترونز لا طب هل في هولز لا لان الهول بتيجي امتى لما كوبين الهول بتتكسر فقال لك يبقى لو رسمت الفينوس باند مليان ولا مش مليان هل الكونكشن باند فيه حاجه لا بس فيش في ايه بقى؟ خامس الكترون ده فاضل له تكه ويبقى فري، يعني ايه تكه؟ يعني قريب من مين؟ ها؟ من الكوندكشن بقى، يبقى انا لو جبت سيليكون، حته سيليكون، وعملت لها حقن بمليون ذره فوسفور، يبقى انا هنا عندي كام الكترون؟ مليون، اللي هو انه الكترون بقى؟ خامس الكترون في كل ذره فوسفور، صح ولا لا؟ ما كل ذره فوسفور هيبقى ليها ايه؟ الكترون رقم كام بس؟ 5 فيبقى عند الزيرو كيلفن عدد الفري الكترونز بكام؟ كام؟ بصفر طب عدد الهولز؟
صفر. قال لك طب تعال نعلي درجة الحرارة سنة، نعليها ايه؟ سنة ما توصلش للروم تمبريتشر. سنة يعني ايه سنة؟ حاجة بسيطة خالص. الحاجة البسيطة دي ما تقدرش تكسر مين؟ كوفالنت بوند. يعني ما تقدرش تتغلب على الانرجي ايه؟ ها؟ جاي. بس هتقدر تعمل ايه الانرجي البسيطة دي؟ تخلي خمس الكترون يبقى ايه؟ ها؟ فري. خمس الكترون يبقى ايه؟ خلي بالك بقى في الحتة دي. هل في هولز؟ ليه لا؟ لأن مفيش كوفالنت بوند اتكسرت. طب هل في فري الكترونز؟ اه. طب عددهم كام؟ البليون. صح ولا لا؟ اللي هم عدد مين؟ عدد الفوسفور اللي احنا هنسميه ان دونر. اسمه ايه؟ ان دي هو عدد مين؟ ها؟ الفوسفور او عدد يعني الذرات الفوسفور او الدونر اتومز اللي انتوا حطوها. ليه سموها دونرز؟ لانها بتديك ايه؟ الكترونز. يبقى اذا لما ترفع درجه الحراره سنه عدد الفري الكترون سوا بيساوي عدد الايه؟ دونرز. هل في هولز؟ لا. يبقى الهولز بسرعه. طيب خليك معايا. طبعا انت لما عملت كده بقى عدد الفري الكترون بيساوي ان دي ودي بتساوي كام؟ زيرو. هل ده في الروم تمبريتشر؟ لا. تعال حطها في الروم ايه بقى؟ هيحصل الوضع الطبيعي. ايه هو الروم تمبريتشر؟ زي الطبيعي. الاول كان في مين؟ شويه اللي تحت دول اللي جم نتيجه مين؟ خامس الكترون. بعد كده في شويه كوفالنس بوند ايه بقى؟ فيسيب مكانها ايه؟ ويطلع الكترون. السؤال بقى عدد الفري الكترونز اللي هنا عباره عن مين؟ عن الدونرز اللي كانوا طالعين قبل كده زائد عدد بيساوي عدد مين؟ يبقى انا اقدر اقول ان بتساوي بي زائد مين بقى؟ ان دي. ودي تفهمها بطريقتين. اول طريقه زي ما قلت لك اللي تحت دول اللي هم مين اصلا؟ ها؟ ان دي. طب اللي فوق هو ده ان اللي هو نفسه مين يعني؟ بي. فيبقى التوتال ان هو ده زائد ده، ده اللي هو نفسه بي وده اللي هو الان دي. في ناس تفهمها بطريقه ثانيه ان كده كده لازم تبقى الماده نيوترال ولا مش نيوترال؟ نيوترال. فلازم الموجب يساوي الايه؟ مين السالب؟ الالكترونز. مين الموجب؟ هولز. والان دونرز. ليه؟ لان الان دونرز مش فقدت الكترون فبقت شحنتها يا جماعه بوزيتيف. بس زي ما قلت لكم فقدت الكترون بقت شحنتها بوزيتيف. بس فيكسد ولا مش فيكسد؟ ها؟ فيكسد. هيبقى لما نيجي هنا نقول بقى الان ساوت مين؟ ها؟ اما بطريقه تنزل بقى النيجاتيف بيساوي مين؟ ها؟ مين البوزيتيف؟ بي وان دي. ومين النيجاتيف؟ ان. بس الافضل اللي تفهمه ان انا قدرت اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ زودت مين يا جماعه؟ الالكترون. عدد الايه؟ الالكترون. ليه؟ هو كان عدد الالكترون ممكن يبقى مين بس؟ ده بس. زودته بمين؟ ها؟ بالدونرز. طيب بس احسن حاجه بقى ممكن ما حدش ياخد باله منها يعني ايه هي؟ يعني انا زودت عدد الالكترون فبقى دلوقتي الماجوريتي كاريرز هم مين؟ الالكترون. ومين المينورتي؟ هو. طب عدد الالكترون طلع بيساوي كام؟ عدد الدونرز زائد مين؟ ها؟ السؤال عدد الهولز هنا كبير ولا صغير؟ صغير. يعني هتلاقوا الالكترونز معظمها جايه من مين؟ من الدونرز. مش من الكوفالنس بوند اللي اتكسر. جايه من الشواذ. عشان كده هتلاقوا الماس اكشن لهم اتحقق ودي هتستغربوها بقى. ان مين برضه ان في بتساوي ايه؟ ناي سكوير. ان في بتساوي ايه؟ ازاي بقى ان في بتساوي ناي سكوير؟ ركز. هو دلوقتي لو كانت بيور كنت تقول ايه مثلا؟ تقول ده بيساوي ده بيساوي ان ار. يعني مثلا ايه؟ 20 بتساوي 20 ان بتساوي بي بتساوي ان ار. يعني 20 بتساوي 20 فان في بتساوي كام؟ ناي سكوير. ليه 20 في 20 بكام يعني؟ 400. انا قلت هم 400 بس هعمل حاجه ثانيه بقى. ايه هي؟ مش ال 400 دي ممكن تبقى 100 في 4؟ صح ولا لا؟ صح. مين ال 100؟ الالكترون. مين ال 4؟ ايه اللي انا استفدته؟ ان عدد التشارج فري تشارجز بدل ما كانوا 20 و20 اللي هم كلهم كام؟ بقوا كام؟ 104. بس ال 100 مين؟ الالكترون. وال 4؟ طب ليه ال 100 ال 100 الالكترونز وال 4 هولز؟ لان انا حاطط ايه؟ شواذ فوسفور. اداني ايه؟ ها؟ الكترون.
فلما درجة الحرارة رفعتها في كوفلنس بوند اتكسر، بس حصل مشكلة بقى. ايه هي؟ واحد يقول لك ليه، طب مش انت رفعت درجة الحرارة فبقى في كوفلنس بوند اتكسر فطلعت الكترونات كتيرة وساب مكانها ايه؟ بس عدد الالكترونات بقى ماله؟ بقى مهول، صح ولا لا؟ فمعظم الكوفلنس بوند اللي بتتكسر ويطلع مكانها الكترونات بتريكومباين مع مين؟ مع هولز. مين اللي بيتبقى بس؟ اللي اصلا كان من غير ايه؟ هولز. فتلاقي التوتال هولز ماله؟ مين اللي كتير خالص؟ اللي جاي نتيجة مين اصلا؟ الشوائب. مش اللي جاي نتيجة مين؟ كسر الكوفلنس. كده انا حسبت ايه؟ ان بقى عدد الفري تشارجز توتال كبير ولا صغير؟ ازاي اجيب الكوندكتيفيتي؟ الكوندكتيفيتي هتبقى نتيجة كام حاجة برضه؟ مين ومين؟ الهولز والالكترونز. ففي طريقة اكزاكت، يعني تاني اقولها مرة جاية عشان المسائل، بس الطريقة الابروكسيميت ان احنا بنقول دايما ان انت ممكن تقول الكوندكتيفيتي بتساوي اي في ان في ميو ان واي بي في ميو ان، بس انت عارف ان دي مالها؟ فبنقدر نقرب ونقول ان الكوندكتيفيتي بتساوي ايه وخلاص؟ بس امتى الكلام ده بيقوله يبقى صح؟ لما تبقى ال N دي اكبر بكتير من N R. هي مين N دي؟ دول مين N I ده بقى؟ ده الانترنسيك كونسيبت اللي هو عدد مين؟ الفري الكترون اللي هو عدد الهولز لو كانت مالها؟ فيو لو زي ما قلت لكم 20 20 مش كده؟ رحت انا حاطط دونرز يدوني ايه؟ 80 صح ولا لا؟ مش كده بقت اكبر بكتير من الان اي لوحدها ولا لا؟ طب الحاله دي يبقى انت تقدر تقول ان الان هتبقى اكبر بكتير من مين يا جماعه؟ من دي. ونقدر نقول الكوندكتيفيتي ساعتها بتساوي اي في ان في اليو ان. طبعا لو واحد عاوز يحل اكزاكت، يعني هو الصح ان الكوندكتيفيتي بتساوي اي في ان في اليو ان وايه؟ اي في بي في ميو بي، صح ولا لا؟ ولكن دي صغيره جدا ولا كبيره بالنسبه لان؟ فتقدر تقرب وتقول ان هي اي في ميو ان في ان. لو عاوز تحل اكزاكت يبقى ساعتها هتقول ان الكوندكتيفيتي بتاعتك بتساوي ايه؟ اي في ان في ميو ان واي في في ميو بي. كمسائل هنشوفها يعني ايه المره الجايه، لكن هو طبعا التقريب المنطقي خاصه لو انت حاطط ان دولارز كتيره وده الطبيعي، يعني انك هتعمل مين؟ لان احنا قلنا ده 100 وده كام؟ 4 وده هيبقى نجلكتد في الكوندكتيفيتي نتيجه الماجوريتي كاريرز اللي هم مين يا جماعه؟ طبعا البي تايب هيعمل الايه؟ العكس. نشوف يوم الثلاثاء.